لا شك أن ما يحصل من انفجارات في السنوات الأخيرة في إيران له ضلع كبير بالملف النووي الإيراني. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به إيران من تسليح الميليشيات التابعة لها، إن كان في العراق أو بالنسبة لحزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن. إذن هناك مشكلة كبيرة. إيران تريد أن تخصب اليورانيوم إلى درجة 90%. الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل على أنها لن تسمح لإيران باقتناء القنبلة النووية. إذن وجدنا منذ عدة سنوات إلى الآن هجومات لا نعرف من قام بها، ولكن يمكن نسبها إلى إسرائيل مثلا، التي تستعمل القوى التقنيات التي لديها للقيام بأعمال مثل هذه الأعمال التي نشاهدها من وقت إلى آخر.